الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني أنا وإياكم لفعل الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنت جالس أكتب في الصفحة طريقة لتيسير الزواج بإذن الله عز وجل، فقلت أشاركها مع أحبابي بفيديو على اليوتيوب حتى يستفيد الجميع بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكون النتيجة عامة بإذن الله عز وجل. فالطريقة أحبابي الكرام هي أن نأخذ نصف لتر زيت زيتون بإذن الله، نمزج معه قليل من المسك، نمزج معه قليل من الزعفران وزيت الحبة السوداء بإذن الله عز وجل. نقرأ فيه سورة آل عمران وسورة يوسف وسورة النور. رجاء أحبابي الكرام، الحفاظ على الصلاة والأذكار وآية الكرسي، أذكار الصباح والمساء وقيام الليل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الخير. قلنا نأخذ زيت زيتون ممزوج بالمسك، ممزوج بالزعفران، ممزوج بالحبة السوداء، نقرأ فيهم سورة آل عمران، سورة النور، سورة يوسف بإذن الله عز وجل. نبدأ مدهن جسمي قبل النوم مباشرة كل ليلة. إذا كان الإنسان مريض بمس أو سحر أو عين، ستظهر عليه علامات وأعراض، فلا بأس أن يرقي نفسه بنفسه إن استطاع. إن لم يستطع يذهب عند راقي يرقيه بإذن الله عز وجل، ويعطيه برنامج علاجي لذاك المرض بإذن الله. أحبكم في الله، ستجدون أرقامي أسفل الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى. أي سؤال وأي مشكل فالمرجو التواصل معي عبر الواتساب حتى أجيبكم بإذن الله. إن لم أجب في تلك الساعة فاعذروا أخاكم، لأن كثير من الرسائل تأتي. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.